بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نقدم لكم أكلة أو حلويات، هذه خاصة بالمرأة النفس اللي تولد. معناها احنا عنا في تونس هذية ضروري باش نقدموه من ضمن الحلويات والمشروبات اللي يجي ويهنيوا في المولود. يعني نقدموا لهم الزرير. هذا الزرير متكون من الجلجلان ومن البفريوة، ونجم راهو نستغنوا عن البفريوة نعملوه جلجلان صافي، أو كما يسمى في بعض الدول سمسم. هذا جلجلان وسمسم أو سمسم، هذا طريقة تحضيره. يعني يلزمه معناها هو طيبها سهل، أما تحضير المكونات هو اللي صعيب شوي، خاصة الجلجلان يلزمنا نغسلوه بالقدا ونشيحوه. كيف يشيح بالقدا نقيوه من حجره ولا عود ولا حاجه، ننظفوه بالقدا، ومن بعد نحمروه في الكوشه، ومن بعد باش نرحوه باش نطيبوه مرحي. كذلك البفريوه باش نحمروها ما نخلوهاش هكا ونرحيوها. وتو هذوما معناها هذوما مازالوا ما استعملناهمش نايين. تو باش نطريقهم نوريكم كيفاش وصلنا باش رحيناهم. هذه البفريوه حمسناها في الكوشه ورحيناها، شفتوها كيفاش ولت عجينه، حمسناها ونحينا القشور ونظفناها ورحيناها. هذا نفس الشيء الجلجلان اغسلناه شيحناه نقيناه حمرناه في الكوشه ورحيناه، شفتوا كيفاش ولا عجينه. هذوما توا باش نطيبوا احنا. معناها الكميه اللي نطيبوها كيلو جلجلان عليه 250 غرام بفريوه، و100 غرام زبده، وكاس صغير عطرشيه. وباش نطيبوا له البونت نتاعو او السكر كما يقولوا كل واحد شنو يسميها، الشراب الحلو ولا حاجه. انا اليوم عندي الكميه نتاعي 3 كيلو جلجلان وكيلو 200 غرام بفريوه. هاو باش نحط السكر اول حاجه، اول حاجه باش نبدا بها باش نحط البونت الطيب او الشراب يطيب كما يقولوا. عندي 3 كيلو جلجلان، باش نحط لهم 3 كيلو سكر. هذوما 3 كيلو سكر نتاعي باش نصب عليه من الماء. معناها كل واحد كيفاش انا باش نصب عليه من الماء لين يتغمو. حوالي 3 اترات او هذا السكر نتاعي حطيت في الماء. طب باش نعصر له القارة. ونحطو على النار يطيبو، ما نخليش تعقد برشا، دوبه ما تبدا تعقد انا باش نحط فيها المكونات الاخرى. طب باش نعصر القارص فيها. حط لها كعبتين قارص، 3 كيلو سكر، صبينا لهم حوالي 3 لترات ماء. هذا الشراب نتاعنا باش نحطوه يغلي. احنا تو البونته نتاعنا باش نحطوها على النار تغلي، وكي تبدا تعقد وقتها باش نصبوا المكونات الاخرى، الجلجلان اللي رحيناه والبفريوه اللي رحيناها. احنا خذينا كميه 3 كيلو جلجلان وكيلو 200 غرام بفريوه، رحيناهم مع بعضهم باش نخلطوهم في بعضهم. ومن بعد تالي نبدو طريقة التطيب. بعد ما تطيب البولتا نوريكم كيفاش باش نحطو جلجلان وقت، وباش نستعملو زادا عنا عطرشية. يعني عنا كاس عطرشية باش نستعملوه، وعنا رطل زبدة باش نستعملوه في 3 كيلو هذوما رطل زبدة. تو نبداو نحطو هذا على النار. هذا السكر نتاعنا حطيناه على النار، نحرقوه شويه باش يذوب. وماذا بينا نستعملوا ديما المعون نتاعنا يا تيفاليا الالمنيوم، على خاطر لينوكس يشد فيه برشا، نطيبوا فيه السرير يشد لنا ما يتحملش، يعني خاطر ما فيش ماء برشا.
هذه الشحور نتاعنا كما تشوفوا طاب بالنسبه لينا احنا للزرير، لازموش يكون عاقد برشا، معناها دوب ليش يصفر ويبدا يتلصق شوي، معناها هكا شويه يتلصق. طيب باش نرمو نحطوا المكونات اللي حضرناهم، 3 كيلو جلجلان والكيلو 200 غرام بفريوه، نبدو نحطوا في البونته ونعصدوا، معناها نحطوا بشويه هكا ونخلطوا بالكدا بالكدا. نعصدو بشوي لين يتخلط المزيج كل مع بعض. نحطه بشوي ونخلطه. تو نبداو نعصدو، نقوي النار شوية و
من الزريرة بتاعنا كما شفتوا نعصته فيه، كي يبدأ يبقبق باش يغلي وقتها نبداو نحطوا الزبدة. لو بديت ترزم شوية، يعني ترزم في التعصيد، مش تبدأ تبقبق، مش تبدأ بشتغلي.
كي تبدا تعمل الحس باش تبقبق كيما شفتوها هكا بالطريقه هذه، نبدا نحط انا الزبده، نعصد ونحط الزبده ونعصد. كما قلنا رطل الزبدة بديت تذوب، هذه كنحط الأخرى. نكملوا الزبدة متاعنا الكل، نتأكدوا من الزبدة متاعنا ذابت الكل، ما عادش ثما زبدة عنا، ما عادش فيها زبدة، الزبدة كلها ذابت. ونفس الشيء بديت تبقبق، كلها حطيناها، ريحتها بنينة برشا، كنت جربوها. توا باش نحطو كي بديت هي توا تنفخ وتبقبق، باش نحطو العطرشية متاعنا. هذه كاس العطرشية كيما شفتوه، ونخلط بالبداء.
هذا الزرير نتاعنا توا حضر يتسمى، لما تبدا تبقبق نطفي عليها النار. هذا الزرير نتاعنا حضر، نطفو عليه النار توا، شفتوه كيفاش يبدا يبقبق يغلي. كل شيء حطيناه بالتدريج، مش كل شيء مع بعضه، وديما نحركو ملي بدينا نطيب فيه واحنا نحركو، ما قصيناش عليه. طب باش نطفيو عليه النار ونوريكم كيفاش كيفية التقديم نتاعو. هذا الزرير نتاعنا حضر كما شفتوه، نقدموه بطريقة هذه، نحطوه في كيسان صغيرة مزينة، ثم برشا أنواع نتاع كيسان، ناكلوه بالمغارف، يعني نحضروه المغارف، احنا نزين نحضروله برشا مغارف صغيرة وكيسان صغيرة، يعني ناخذ كمية كبيرة ونقدموه، نعملوه في السبوع ولا اللي يجي يهني المولود الكل نقدموا له هذا. كما شفتوا احنا زيناه بالبندق او الصنوبر كما يسميه بعض الاخوات ولا الدول الاجنبيه العربيه، ونجموا نزينوه باي فاكهه نحبوا عليها احنا، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتاكلوا بشفاء.